في إنجاز نوعي غير مسبوق عالميا، نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة بالروبوت في العالم لمريض لم يتجاوز 16 من العمر، عانى من فشل القلب من الدرجة الرابعة في سابقة نوعية، تعزز مكانة المملكة كرائدة في مجال الرعاية الصحية، وتبرز قدرة المستشفى التخصصي على ابتكار ممارسات طبية تعزز نتائج العلاج وتجربة المريض.